عليكم، صح فطوركم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. الفيديو تاع اليوم فيديو متنوع، طاوله افطار سهره، حبيت نبارطاجي معكم من كل فن شويه هكا باش تديو افكار. قبل لا تبداو الفيديو ما تنساوش ديروا جيم ابوني في شي الحكم الجديد تاع القناه. اليوم في المنيو واش راني درت حريره، الله الله، درت فولوفا بواحد الصلصه بنينه بزاف، درت سلطه ودرت بريك. درك تشوفوا معايا. اول حاجه بديت ساعة نوجد في الطابلة نتاعي، كيما راكم تشوفوا الطاولة تاعي اليوم باللون الأصفر. حاولوا يعني كل يوم أنكم تبدلوا ولو صرافة، يعني اللي تحبوهم طراشن هكا باش تجي الطاولة متبدلة، ويعني هكا إحساس مليح كي تبدلوا الطاولة. فوالا، شوفوا أنا نحب نوجد الطابلة نتاعي قبل كيما هك باش نعرف واش راح نحط في الصحن تاعي، مش من بعد كي يوصل الوقت ما نلقاش الصحن فيه راح نحط ونبقى ندخل في راسي. لا، نحب نوجدها قبل كيما راكم تشوفوا. وشوفوا لي هاد ديكور تاع رمضان اللي مكتوب فيه رمضان. هذا يا البنات ايماجين شريته باه نحطو اليوم الاول ونسيتو. اليوم الاول كنت في حاله صح انا في رمضان تحكم عليا القهوه ونتعب. شوفوا لي لهنايا، بعدها بعد ما كملت حبيت ندير ريحه باهيه في الصالون. راح ندير هذا عود تاع الامير بخور، هذا ريحته تبل بزاف يا البنات. شعلت شميعات مكتوب فيهم رمضان، درت فيها جو، شعلت التيلي واني قاعده هكا روبوزي شويه. ومن بعد باه نبدا ندير الفطور. كيما راكم تشوفوا اليوم راح ندير فطور خفيف ظريف، خاصه المزوجات يعني اللي هي في زوج تاعها برك. انا قاعده نبازي عليهم، ما خطرش اني قاعده نشوف روحي انا، يا راني قاعده غير انا والزوج. على بالكم باللي بزاف المره اللي فاتت كتبوا لي وش حاله صعيبه، رانا وحدنا، ما احناش موالفين. هذه يعني ما كانش حاجه تجيب سهل، يحب وقت باه توالفو ونوالف. شوفوا لي لهنايا راح ندير حريره، شوفوا راح تجي عسل يا البنات. واش راح نحكموا نديروا؟ نحكموا نحطوا الزيت ونحطوا فيها اللحم ولا الدجاج كيما تحبوا، تقليوه ساعه مليح. ومن بعد كي تكملوا تشوفوه تقلى بيا، واش راح تجيبوا؟ جيبوا البصله، حطوا البصله مع اللحم وتخليوهم يتقلاو مليح. لازم البصله تخليوها تتقلى مليح حتى هي مع اللحم، يعني كل ما خليتوا الماكله تاعكم تتقلى مليح كل ما راح تجي بنينه اكثر واكثر. ودرك نعطي لكم الخضره اللي راح نديروها كامل ولي زيبيس. شوفوا لي لهنايا البصله تاعي راهي تقلات. درك واش راح نديروا؟ راح نضيفوا عليها الخضره اللي بقات لنا، الخضره اللي راح نديرها في الحريره تاعي اللي هي راح نلوح فيها حبه تاع طماطم مقصوصه، طماطم حبات، راح نلوح زروديه درت جوج حبات ماهمش كبار بزاف، ولوحوا فيها الحشيش اللي هو الدبشه. واذا عندكم الكرافس تقدروا تزيدوا ديروا عرف تاع كرافس. فوالا كيما تشوفوا حطيتهم فوق النار يزيدوا يتبلوا لي. من بعد راح نضيف عليهم ملعقه صغيره من الطماطم تاع العلب، الطماطم المصبره. لي زيبيس واش راح نحتاجوا؟ نحتاجوا لي زيبيس تاع الحريره، شويه برك من الزنجبيل، شويه من الكرويه، فلفل الكحل، وشويه من الملح. الملح انا درت لهنايا ثلاث ملاعق صغار. لهنايا لي زيبيس درت تاع اللي يتباعوا صراحه تاع الحريره، كاين اللي يخدم براس الحانوت كاين، بصح انا درت لي زيبيس تاع الحريره. نخليهم يعاودوا يتبلوا ومن بعد نضيفوا الطماطم اللي قلت لكم عليها، ومن بعد نمرقوهم بطبيعه الحال وتلوحوا واش مولفين تلوحوا. لا كاين باه تقلوها، انا لحت فيها نصف كاس تاع تاي فريك. درك نعطيلكم كاين حتى اللي يخليها تطيب خلاص ويكمل يميكسي كلش مع بعضه باه يلوح الفرينه، يثقلها بالفرينه وشويه خل ولا قارص كيما تحبوا. فوالا انا لحت نص كاس فريك في الاول وخليت كل شيء طيب مع بعضه، ومن بعد كي نشوفها طابت نميكسي كلش مع بعضها. درك نروحوا لحاجه خلاف، راح نوجدوا لاصوص ولا صلصه اللي حنديروها لي فولوفو. شوفوا واش راح ندير. عندي لهنايا الدجاج قصيتو دي مورسو صغار، راح نحطو في مقله فيها زيت ونخليه يتقلى لي. لازم يتقلى الدجاج مليح حتى نشوفوه طاب. من بعد راح نضيفوا عليه البصله مقصوصه دي مورسو صغار كيما تشوفوها كيما الدجاج محسوب. لهنايا قبل لوحو الدجاج تاعنا يطيب نديرو له لي زيبيس. انا نحط له هذا التابل تاع الجبن، هذا فيه الكو تاع الجبن يا البنات، يعني تقدروا تستغناو عليه. نحط له شويه من الفلفل الكحل وشويه زنجبيل والبودره تاع الثوم، اللي ما عندهاش بودره تاع الثوم تقدر تربي عليها زوج سنات تاع ثوم، والملح بطبيعه الحال. لهنايا نحط بالمغرف من بعد طابوه، ما كانش ما خير من الملح تلوحيه بيديك. ونحطوها فوق في النار تثقل لنا كامل.
بعد ما نشوفوا الدجاج تاعنا تقلى وطاب، ماهوش غير يتقلى، راح نضيفوا عليه هذاك البصل ونخلي البصل هذاك حتى هو يطيب مع الدجاج. كي نشوفوه طاب واش راح نديرو؟ راح نضيفوا عليه شويه زيتون كحل مقصوص، نضيفوا عليها شويه مايس، اللي ما يحب زيتون الكحل يقدر يستغنى عليه. لحت لها شويه مايس وركا باش راح نلوحو الكريمه وشويه فرماج شيدار، المهم اي فرماج اللي نبرشوه ولا المهم نربيوه. فوالا لحت الكريمه لهنايا، الكريمه ما تلوحوهاش حتى كي تجيو تحطوها في صحن تاعكم، يعني باش ما تشربلكمش. لهنا لحت الفرماج، خليت كلشي تقلى وزدت لها شويه كريمه باش نحطها في الصحن تاعي. شوفوا لي هنايا لاصوص، انا موجدتها من قبل هكا باش ما تديليش وقت. حطيت سلطه راح ندير فيها الخيار، سلطه تاعي اليوم راح ندير فيها لي كورنيشون، الخيار، مايس، طماطم، وراح نلوح فيها دجاج اوروتي مدخن. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنايا الدجاج تاعي راح نقصو دي مورسو صغار. انا نموت على السلطه كيما كمام اختي خويا هارون، شوي شوي ما تعجبوش بزاف الدجاج هذا روتي مدخن، ما يعجبوش بزاف، مي انا نحبه بزاف، يعجب لي في السلطه. وندير لها لاصوص بطبيعه الحال، راح نضيف لها نديكوريها بشويه فرماج، هذا اللي كان متوفر عندي، هو مليح فرماج روج تحطوه في وسطها. وهاي ليكم السلطه تاعي، نزيد لها شويه زيتون، يعني تجي السلطه بنينه بزاف وفي دقيقه تكملوها. نجيو لهنا الحريره نتاعي، ايماجين درت واحد الديقه. على بالكم باش نحي اللحم ونميكسي كلش واش درت؟ نسيت ضربه واحده، جبت ميكسيت اللحم، ميكسيت كلش. نورمالمون كي لهنايا تنحيو اللحم تاعكم وتميكسيو، والله نسيت ميكسيت كلش على ضربه، حتى كي كملت به فقت. كي جيت نحوس على اللحم بكل صحانيتو جا ما نحيتوش ونحوس عليه دخت. ليسونسيال البنات كي تكملوا تميكسيو كلش واش راح ديروا؟ تضيفوا شويه من تابل تاع الحريره، شويه من الكرويه، وحبه تاع ثوم صغيره مرابيه، وتخليها تزيد تغلي وتقدموها. تزيدوا لها شويه قارص في الصحن تاعكم، ما حبيتش ندير فيها الخل ولا القارص هكا لانه الزوج الكريم ما يحبش القارص بزاف ولا الخل، نحط له مرسو خير باش اذا يحب يدير يدير. شوفوا لي لهنايا راح نجي ندير بريك يجي بنين بزاف. حكمت شويه فيونداشي، لحت عليه شويه ملح، شويه فلفل الكحل، وبصله قصيت هذه مرسو صغار، شويه دبشه، وخديتهم يتقلاو مليح. بعد ما تقلاو لي راح نجيبوا لهنايا الديول تاعنا تاع البوراك كما راكم تشوفوا، درت هاكي شغل كدويره، ومن بعد نحط شويه فرماج ونجيبوا العظمه نتاعنا نكسروها في الوسط، راح يجي واحد البريك بالفيونداشي بنين بزاف يا البنات، صراحه عجبني ويجي خفيف، يعني في غير عظمه وشويه فيونداشي. تقدروا في بلاصه الفيونداشي ديروا الدجاج، يعني هيك ننوع كل مره ندير حاجه، ما حبيتش ندير كل مره غير بوراك بوراك بوراك، يعني حاليا لحد الان يعني الحمد لله كل مره ندير بوراك خلاف. ونحطوهم يتقلاو لنا في الزيت، لهنايا كي تحطوهم يتقلاو تلوحو لهم بالمغرف كيما هكا باش يتنفخوا لكم ويطيبوا لكم العظام بيان. لهنايا يطيبوا لكم العظام كيما يحب الخاطر، لانه اصلا ما يجيوش مغلفين بكاش حاجه، ولو زيت كي تلوحو عليهم الزيت هكا من الفوق راح يطيبوا لكم. درك تشوفوا كيفاه بدات تنفخ، راح يجيو شهيو الصراحه، جربوهم. لهنا نجيبو فولوفو تاعنا، كي لابالكم بلي ديروه بالعجينه المورقه، تقصوه مربعات ولا دويرات ولا كيما تحبوا نتوما، ومن بعد تدهنوه بالعظام وتخليوه يطيب لكم. لهنا تقدروا ديروه كمملحات وتقدموه بكريمه في الوسط، ولا تقدروا ديروا له صلصه كيما هذه وتقدموه كطبق. انا قدمته كطبق، درت له هذا الصلصه تاع الدجاج، مايز، زيتون كحل وكريم ليكيد، راح يجي بزاف بنين يا البنات. فوالا كيما راكم تشوفوا، من بعد التزيين ديروا شويه تاع دبشه مقصوصه وفقط. كيما قلت لكم لهنايا الصلصه خليوها بلا كريم تاعها، يعني كريم ليكيد، حاولوا حتى كي تجيو تسربيوها باه تحطوها. لهنايا قبل الفطور كيما راكم تشوفوا وجدت الطابله تاع الفطور، ديما نوجدها هكا على جنب، نحط فيها البن، التمر، وزلابيه اللي متوفره. وطويله تاع الافطار نخليها وحدها هكا باش ما تخلطش، ومن بعد نحط القهوه نتاعي، انا بعد الفطور بعد نحطو القهوه.
فوالا، وهذه الطاوله تاعي تاع الافطار، درت حريره بريك سلطه وليفولوفا بالصلصه تاع الدجاج، يعني جات بنينه بزاف. ما كثرتش يا البنات الصلصه هذيك تاع الدجاج، كليناها الحمد لله، يعني مع السحور نكملوا ناكلوا مع السحور، يعني الفطار اللي بقى نكملوه سحور ما من البريك ما كثرتش. اذا شفتوا درت غير زوز بريكاز، وفوالا كيما راكم تشوفوا لهنايا السهره. قبل السهره لازم نوجد القهوه يا البنات، ما كانش منها نكمل الفطور ما لازم نشرب فيها فنجان القهوه كيما انا كيما الزوج، يعني قادر حتى نضرب فيها زوز فناجل باش نبدا نصحصح ونولي بيا نغلب يا البنات. بعد الفطور نحب غير نرقد ولا نشرب قهوه. فوالا لهنايا نديرو فيها قهوه ونبقاو نتفرجوا الافلام، كل مره واش رانا نتفرجوا، ساعات نخرجوا ساعات نقعدوا في الدار. شوفوا لي هنا القهوه تاعي راني مطيبتها، الله الله قهوه الزوز وجات بنينه بزاف يا البنات. كل مره كيفاه، ساعه يعني مع فلوك وساعه ما كانش فلوك، كل مره وكيفاه. ليلى ما درتش فلو، درت سلطه دو فروي بالبنان والتفاح والفراس، يعني كل مره كيفاه هكا باش ما يبقاليش، ونديرو شوي شوي باش ناكلو. شوفوا لهنايا في السهره حطيت شوكولا، حطيت مكسرات، شويه ترك درت تاي وسلطه دو فروي. كما قلت لكم ما درتش لهنايا الفلو، انا كون نلقى كل ليله ناكل سلطه دو فروي نموت عليها. فوالا ولهنايا درت تاي، الله الله. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي كان خفيف ظريف عليكم، بارطاجيت معكم شويه وصفات والفطور تاعنا والسهره تاعنا. هكا نكون وصلنا لنهايه لا فيديو، نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله مع افكار جدد ووصفات جدد. دركا نبقيكم بخير، نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم وصحه رمضانكم، قولوا لي نتوما واش درتوا.